وصلنا لفقرتنا الطبية، صرنا نرجع نسمع بكورونا. صحيح رشا، نسبة الكورونا يمكن بعض الناس عم تحكي انه هي في ازدياد، البعض الاخر في حالة تخوف. اليوم بفترة الصيف وتقلبات الطقس اللي بنشوفها، فنحن ممكن نتعرض لزكام مثل ما بنقول غريب اوقات. كيف بنقدر نميز بينه وبين الكورونا لما بنحكي عن الاجراءات الوقائية اللي نحن دائما كلياتنا مندور عليها هي الحل الامثل لحتى نحمي حالنا ونحمي عائلتنا؟ رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الصيدلانيه رشا الموسى. صباح الخير رشا. يسعد صباحك. صباح الخير رشا. كيفك اليوم؟ تمام. مرقت فتره هيك بعدنا شوي عن اخبار الكورونا وصرنا قلنا خي، يعني الحمد لله طلعنا منها، ولكن رجعنا هلا نسمع باصابات ونسمع باعراض جديده لا الكورونا. خلينا نحكي بشكل عام عن الحاله الجديدة للكورونا، تطور حاله الفيروس ورجع بهيئة جديدة. طبعا هلا هي المشكلة انه متى ما راحت التغطية الإعلامية عن فيروس كورونا فالعالم فكرت انه اختفى الفيروس وما عاد ضل في كورونا، اختفت. فلهيك انا اليوم حبيت ارجع احكي عن كورونا مشان العالم تعرف انه لسه الكورونا موجودة. وهلا حاليا فصل الصيف، يعني اي حدا مقرب او حاسس حاله هو كورونا حتى يثبت العكس. يعني نحن لازم نعرف طبعا فيروس كورونا هو من الفيروسات التنفسية اللي بتصيب الجهاز التنفسي وبتعملنا أعراض زكام. هذا الشيء كثير معروف عن كورونا وصار شائع كثير. طبعا هو العامل المسبب لفيروس كورونا هو فيروس اسمه سارس كوف 2. هذا العامل عم ينتج عنه طفرات اسمها سلاسل متحورة، هي اللي عم تنتج عنا سلالات جديدة وموجات. في عنا متحور دلتا وفي عنا متحور أوميكرون. طبعا اوميكرون اعراضه عم تجي اقل. الاسمين بخوفوا هو كورونا بحد ذاته بخوف، كلمه كورونا ولسه متحور واسماء كثير. خلينا نعرف حاله ذكي كمان يعني. تماما. خلينا نعرف نحن الفرق بيناتهم والتعامل مع كل نوع بيختلف يا ترى من نوع للثاني. هلا تماما، عندنا قلت لك متحور دلتا وعندنا كمان متحور اوميكرون. اوميكرون عم تجي اعراضه اخف، دلتا عم تيجي اعراضه هي الخطره وهي اللي اكثر عم تكون عم تسبب وفاه. هو عم يكون للاسف دلتا، ودلتا عم ينتقل حسنا عن طريق الاشخاص، بينما اوميكرون سريع الانتشار اكثر يلي هو عم نلاحظه اكثر. بس الحمد لله انه اوميكرون هو الاكثر مو دلتا، يعني دلتا خطير كثير. وطبعا يعني هلا نحن اول ما الشخص ينصاب بفيروس كورونا ما بتبين فتره، يعني الا لبعد يومين تمام فتره الحضانه. هلا بتكون من يومين ل 14 يوم، ويعني بهالفتره هي ما بتظهر. في عنا فتره انه اللي قبل ما تظهر الاعراض وبيكون الشخص مصاب، هون بيكون هو ناقل للمرض. فهو متى ما حس حاله شوي تعبان، يعني يفضل كثير احجر حالك بالبيت. رشا، مرقت لقاحات، اخذتي لقاح شرع؟ يعني ناس كثير نسبه الاكبر اخذت لقاح كورونا، هذا الشيء رح يكون ايجابي بالمتحول الجديد؟ يعني رح يكون طبعاً اخف على الشخص اللي اخذ لقاح طبعاً. والناس اللي ما اخذت لقاح شو ممكن تكون السلبيات عليها؟ طبعا هلا اللقاح هو ما انه اذا الشخص اخذ لقاح، العالم اخذه مفهوم كثير غلط عن اللقاح انه انا اذا تلقحت ما رح انصاب بالكورونا. هذا غلط. نحن ممكن نرجع ننصاب بالكورونا بس لكن الاعراض عم تيجي اخف بكثير، يعني اعراض مثل ما بنقول عرضيه وعابره بتكون، مو مثل لما يكون الشخص ما انه اخذ لقاح. طبعا يعني عندنا عده لقاحات، فانت حر تاخذ لقاح اللي انت مرتاح له. وناخذ اهم شيء انه ما ناخذ جرعه ونوقف، ناخذ الجرعتين، واذا احتجنا لجرعه معززه فيفضل انه نرجع ناخذها. نعم. رشا، ايش بنشوف كثير من الحالات اذا ما بننبعد يمكن من الوسط اللي محيط فينا، لما بنشوف اوقات الكورونا بيقولوا الجهاز ضربت مثلا الجهاز التنفسي او الجهاز الهضمي، وهون بتكون الشده مختلفه بين شخص لاخر، هل هذا الشيء صحيح رشا انه لما بنكون نحن بنتعرض للجهاز التنفسي لاذيه فهون يمكن حاله الوفاه نسبه الوفاه تكون اكبر او لا؟ تماماً. هلأ أنا حأحكي لك عن الأعراض ومنها هنعرف هالشي. هلأ أول شيء نحن عنا أعراض كورونا أنه طبعاً الحمى والحرارة العالية، تمام، الصداع، التعب الشديد، عنا السعال، كمان عنا آلام بالعضلات، آلام بالمفاصل، ألم صدري، قشعريرة، عنا التهاب بملتحمة العين والتهاب أذن وسطى. طبعاً هاي الأعراض. وفي عنا أعراض هضمية أكيد اللي هن غثيان وإقياء وإسهالات. طبعا هي الاعراض بتختلف اكيد من شخص للثاني، ومو كلياتها حتكون موجوده لحتى يكون الشخص مريض كورونا. يعني اي عرض من هالاعراض ممكن هو يكون مريض. يمكن هلا اكثر شيء انه عم يقولوا بدايته حتكون بالبلعوم، التهاب البلعوم. طبعا التهاب اول ظواهر او العوارض اللي بتكون الكورونا.
ولكن نحن لازم نكون هلا مهيئين، يعني ان كان طبيا ان كان بالمستشفيات والكادر الطبي، كونه مرقنا بهي الفتره. خلينا نروح للاجراءات البسيطه اللي نحن ممكن نحمي حالنا فيها، ان الكمامه، وفي ناس احيانا الكمامه بتكون ناقله للعدوى اذا ما عرفنا نستخدمها بشكل الصحيح، المي والصابون. قد استخدمنا معقمات اول طبعاً. الازمه بس رشا صار اسلوب حياه انه يمكن نحن بنعتبره وسواس اوقات، انه نضل بحاله غسيل دائما، المعقم دائما بالجزدان، ما نقعد بمحل قبل ما نعقم، خفت الزيارات بشكل كثير كبير، صار تحسي انه اسلوب حياه هذا الشيء. قد استهلكنا معقمات اول كورونا على الماسكات الباب، بدك تقولي قديش بشرتنا تعبت وقديش ايدينا جفت من كثر المعقمات. نرجع لنفس الاساليب رشا، طبعا هي الاساليب دائمه، يعني هي الاساليب اكثر شيء هي اللي بتبقينا. نحن لازم نبعد عن اي مكان مزدحم. الكمامه مثل ما قلتي حضرتك انه لازم تكون الكمامه نستخدمها بشكل صحيح، ما ولا، وخاصه الاطفال بالمدارس اول ما بلشوا يستخدموا الكمامات بنبدل بالكمامات لا، هون يعني واجب الاهل انه يوعوا الطفل انه يستخدم الكمامه بشكل صحيح. يعني طفل بعمر الخمس ست سنوات صف اول، هذا شلون بدك انت تتعاملي معه ضمن كمامه اذا ما كان الكادر المدرسي هو المتابع القصه ضمن المدرسه؟ طبعا يعني لازم اهله بالبيت يعني يعلموه، والكادر المدرسي يتابع مسيره الاهل بهالقصص هي. طبعا المعقمات نحاول بالمقعد ما نقعدهم كثير جنب بعض، يعني ثلاثه اربعه لا، نعمل تباعدات، نعمل دوامين. وين بالمدرسه؟ طبعا بالمدرسه. صوتي بس برايك رشا ليش عم ترجع هي الموجه القويه اذا بدنا نقول بعد نحن ما ارتحنا شوي ان كان نفسيا، ارتحنا من وجود هي الحالات لفتره معينه، واليوم للاسف عم نرجع نشوفها من جديد، ليش برايك؟ هو للاسف في تراخي رشا من الناس. طبعا هلا طبعا التراخي مثل ما قلت لك من شوي انه نحن ما ارتحنا منها فعليا، هو موجود موجود، بس قلت لك التغطيه الاعلاميه خفت شوي عنا، فالعالم نسيت كورونا خلص ورجعت العالم عاشت مثل قبل. يعني الكمامات انا ما عاد شفت مثل قبل حدا عم يحط كمامه، المعقمات ما عاد انباعت، صارت موجوده بالصيدليات وخلص. هلا بترجع بتغلى يا رشا، روقي شوي. طب خليها مشان يعني ما تنتشر كورونا كثير. اي اكيد، يعني لازم نحن نكون بالاجراءات الوقائيه اللازمه طبعا يعني. وخاصه يعني مثلا مثل ما قلت لك من شوي انه الاعراض عم تكون بعض الحالات خفيفه او متوسطه او شديده، لانه مثلا الكبير بالعمر مو مثل الشاب يلي مصاب بكورونا. قد ايه خطورته على الطفل اليوم كورونا؟ هلا النوبه الجديده يعني او الحاله الجديده. تمام، ببدايه كورونا كان الطفل هو عباره عن ناقل فقط، ما عم ينصاب، يعني هو بس عم ينقل الكورونا من شخص لاخر. هلا حاليا لا، عم يصير عنده يعني في عنده متلازمه عارف. تمام، عنده اعراض، عنده متلازمه التهاب الاجهزه المتعدده، يعني عم بتاثر على اجهزه بجسمه او انسجه واعضاء، فلهيك يعني بس رشا العالم بس تسمع شوي يمكن بحاله كورونا بنبلش ناخذ فيتامينات اوقات يمين شمال بدون ما نعرف انه نحن عم ناخذ شيء صح او لا. خلينا نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل، شو هي الفيتامينات اللي بتنصحي انه فعلا ناخذها كشكل وقائي، وقد ايه يمكن في اختلاطات بتصير بالجسم نتيجه التناول العشوائي لها؟ طبعا هلا الفيتامينات شيء اساسي، بس نحن للاسف كمان عندنا بس الواحد كورن فورا بيروح بيشتري فيتامين سي. طيب انت ما رح ينط عندك فيتامين سي بيوم وليله وتصير انت، لا لازم دائما تاخذ فيتامين سي، تاخذ زنك، بس زنك مو بشكل دائم لانه بيعمل لنا مخاطر، يعني ناخذ كورس بعدين نوقف بعدين نرجع ناخذ، نتناوب بالفيتامينات، يعني لازم نحن ما نهمل هي الشغله كثير. وكمان نهتم بالمناعة، شوفي أطعمة مثلا بتقوي لنا مناعتنا، فليفلة، ليمون، بردقان، هاي الشغلات اللي كلها فيتامينات، يعني لازم ما نقطعها ونهتم بصحتنا، لأنه بتعرفوا المناعة أهم شيء، يعني أهم شغلة المناعة هي خط الدفاع الأول. تمام، خط الدفاع إذا رحنا دوائيا يعني اليوم قبل العارض الأول أو النوبة الأولى الكورونا، رحنا على الأستروميسين، رحنا على المتممات الغذائية، على السيتامول، اليوم هاي الحالة الجديدة شو ممكن أو طبيا شو عم يستخدموا له؟ هلا حاليا الازيتروميسين يعني ما انه انه شيء صحي، ما انه هالكافي وما انه شيء صحي انه الواحد ياخده. بشكل عام الصادات ما لازم ان احنا نضل عم ناخذها، هذا اكبر غلط، لانه الصادات عم هي يعني بتعالج جراثيم، اما هون فيروس نحن شيء ثاني، فنحن بس عم ناذي حالنا بالصادات. بس مع هيك يعني الازيتروميسين ببعض الحالات، يعني في بعض حالات طلبت ازيتروميسين فعالج لنا اياها، بس نحن حاليا بكورونا لو بدنا نروح نحن بدنا نعالج الاعراض، ما بدنا يعني نعطي شيء، يعني مثلا اوكي عندنا حراره وكورونا بدنا ناخذ باراسيتامول، ناخذ مسكنات، ناخذ بس يعني عم نعالج اعراض هيك لحتى نطيب. طبعا كمان لازم نتناول كميه كافيه من السوائل مع ضمن العلاج.
هذا هو البروتوكول العلاجي. رشا خلينا نقول عفوا اليوم اي مو كورونا خلينا نقول انا قلت اي شيء كورونا حتى يصبح العكس تمام بدك تنتبهي انه مزبوط رشا اليوم اي حاله زكام نحن نتعامل معها على اساس انها كورونا نتعامل معها بهي الجديه نحجر حالنا ونحمي اللي حوالينا او فينا نتصرف نحن بشكل طبيعي لحتى يعني نعمل القنبله اللي بتعدي كل العالم. هلا حاعطيك الفرق بين الانفلونزا والفيروس كورونا. هلا الانفلونزا طبعا هو الاعراض كعرض انت ما حتميزهم كانسان عادي انك تعرف لانه الاعراض نفسها كثير متشابهه الالتهاب الهي ما رح نحن نقدر نميز. بتتميز عن طريق انه نسال طبيبنا من غير ما شرط نروح فينا ندق له انه مثلا فتره الحضانه فتره حضانه الانفلونزا بتكون من يوم لاربعة ايام طبعا. بينما الكوفيد 19 بتكون من يومين لاربعة عشر يوم فهو صحيح. بيسالك امتى حسيت حالك تعبان امتى كذا فبيقدر يميز من فتره الحضانه. وكمان العامل المسبب بالانفلونزا هو انفلونزا A او انفلونزا B بينما بالكورونا سارس كوفيد 2 فانه يعني هي انه اهم شيء التفريقيات انه لحتى نقدر نميز. يكون في اشراف طبي ويكون في توعيه طبعا ما شرط انك تروح اذا حاسس حالك مكورن تعدي كل اللي بالطريق وتعدي بعياط المريض وتعدي الدكتور لا انت فيك تحكي على التليفون يعني ما شرط مسحه ضروريه رشا اذا بدنا نحكي عن المسحه والبي سي ار طبعا اذا نحن يعني خلص انه كثير شكينا بالامر بنضطر نعملها بس يفضل انه نعملها بعد اليوم الخامس لانه احيانا يعني باول يومين ما شرط انه دائما تبين تعطينا النتيجه الصحيحه فنحن مشان ما نضطر نعيده باليوم الخامس بيكون كثير منيح. احنا اليوم بحاجه لتوعيه اعلاميه اكثر كونه اليوم الكورونا المستحدثه بتطويرها الفيروس مفروض نعرف اكثر اليوم شو اعراضها قديش مده الاحتضان قديش ممكن تكون ناقله للطرف الاخر كونه هي مختلفه عن الحاله الاولى يعني. واليوم نحن على ابواب مدارس قد ايه مهم هي القصه فرح انه كرمال الاطفال يعني تماما لهيك نحن لازم نرجع دائما نضل عم نذكر بالاجراءات الوقائيه الكمامه يا جماعه وما تسعلوا بوش الثاني خلوا مسافه مثل هيك نحن شلون المسافه دائما هيك حلوه المسافات بالنهايه الكاتب والله بده يصير. شكرا رشا اهلا وسهلا. شكرا لك رشا كثير على المعلومات اللي قدمتي لنا ودائما بنقول رشا يا رب الصحه والسلامه للجميع. اكيد فرح اما هلا نحن شكرا رشا لحضورك اهلا وسهلا اكيد بالصحه والسلامه لك ولكل حدا عم يشوفنا ولكم يا رب ولكل الاخباريه السوريه ولكل سوريا والعالم. شكرا يا رشا.